هذه متتبعه اللي صيفطات لي رساله اللي كتقول لي فيها راني بالدموع كنكتب ليك وما كرهتش تشاركي قصتي للعبره. هاد القصه اللي غادي نعاود ليك هي قصه ظلم في حقي وحق طفولتي، قصه الم ومعاناه وكفاح من اجل باش نحقق ذاتي ونامن بها، اللي في الوقت حتى شي حد لا من عائلتي ولا من غيرها رفضوني في عز ضعف ديالي. بدوري غنتقاسم معكم قصه على انسانه اللي تظلمات من طرف والديها وحتى من طرف المجتمع. فالانسانه اللي توصلت معايا ما شاء الله مثقفه واسلوب وكاريزما، ولكن وراء كل هادشي كانت قصه كفاح وحرمان وعذاب الى ان حققت ذاتها. سلام سلام and welcome back to our channel. سلام عليك. باش ندخلو ديريكتومون في الموضوع خليونا هو الاول نعطيو اسم مستعار للشخصيه نتاع قصتنا اليوم. غادي نختار اسم امينه. الى عندكم شي سميه استعملها في القصه الجايه كتبوها لي تحت في لي كومونتير. كتقول امينه حليت عينيا في وسط عائله كبيره اللي كتكون من الجد والجده والعمه والاب والام الى اخره، المهم عائله جدا شعبيه وبسيطة بزاف ومستقرين في واحد الحي اللي هو شعبي. كتقول عندي 8 ديال الخوت، حنا غير البنات وكانت هي الوسطانية ما بيناتهم. كاين اللي فيهم كتقرا وكاين اللي فيهم تزوجات وكاين اللي فيهم كتعيش ظروف مادية قاسية. كتقول بلي انه الاب ديالي كان خدام حريفي، مرة في القبض مرة في الزليج، وكان تيدخل المصروف على قد الحال. وبما اننا كنا عائلة كبيرة تبارك الله من غير عمتي وجدة والباقي، حيتاش واخا مجموعين في دار وحدة فكان كلشي مفرق في نفس الوقت، وشي ما حامل شي والحيق والكوره. المهم الاخت ديالي الكبيرة هي اللي كانت كتلعب الدور نتاع شبه الام، كانت كتخرج من الجامعه وتقضى ودير لينا ما ناكلو. لحقاش في هذا الوقت الام ديالي كتخدم، او بالاحرى اضطرات انها تخرج تخدم كمساعده في اعمال البيت باش تعاون مع با علينا ويوفروا لنا واحد اللقمه تعيش لعلاقه الحال. العلاقه ديال الوالديه كانت علاقه بارده لاقصى درجه وعنيفه وبعيد على شي حاجه سميتها الحب التفاهم او حتى الانسجام. ديما تنعقل بلي وما مخاصمين كانت الوالدة عندي كتهز الحوايج وكتدينا عند امها 3 ايام 4 ايام وتعاود تهزهم وترجعنا. فامينه كتقول بلي انها حلات عينيها على هذا الشكل ديال المحيط، عمرها ما حسات بشي حد قريب ليها او لا حتى قرب ليها، واخا كانت زعما في وسط عائله كبيره ما كانش داك الدفء وداك الحنان ديال العائله. نزيدكم انه ما كانش غير الفقر المادي، ولكن كان حتى الفقر المعنوي اللي كان اكبر. المهم عشت طفوله عاديه. غادي نكبر وغادي ندخل المدرسه وكنت كنحماق على القرايه، كنفيق بكري وكنبدا نحفظ وكنتنافس باش نكون انا الاولى في القسم. المهم غادي ننجح في المرحله الابتدائيه بنقاط مزيانين، واخا كنت محتاجه الوجود ديال الام ديالي فاش كنخرج من المدرسه او لا نلقاها بجنبي اذا جاب الله سيطرت عليا شي وحده من خواتاتي نمشي نبكي عليها، او لا تمشي تسول عليا عند الاساتذه أو لا تعرض ليا تجيبني من المدرسة بحال الأمهات نتاع صحاباتي. ولكن واخا هادشي كاملو في الأخير ما كنلومهاش، حيتاش في هاد الوقت كانت هي كدمر علينا باش توفر لينا على الأقل واحد الحياة اللي فيها شوية من الأساسيات. من بعد غادي نطلع للمرحلة الإعدادية. هاد السنين كلها كنأكد لكم بلي عمرني حسيت بالدور العائلي أو لا شي حد قال ليا كي دوزتي نهارك أو لا مالك أو لا باش شنو كتحسي. ما كانش عندي الحق لا ندوي ولا نتشكى، وهذا الشيء ما كينطبقش عليا بوحدي كينطبق حتى على خواتاتي الاخرين. فكان غير القمع في العائله، والديا كانوا ديما مناقشين، وكان بزاف ديال الخوف وانعدام الاحترام. المهم هذا الوقت غندخل الثانيه اعدادي، علما ان قرايتي غاده وكتنقص، وهذه المرحله كتكون راكم عارفين بدايه سن المراهقه، سن ديال الطيش وبدايه باش كتكتشفي نفسك وحتى ذاتك. هذه المرحله هي فين غادي تبدا البدايه ديال قصتي. واحد السيد زوين كيجينا بعيد من العائله كان تيجي يزور العائله في الدار مره مره، وكنت كل مره كنشوفه كنفرح وكنشط حتى وليت كنتسنى غير امتى يرجع. عمري قدرت نتقاسم هذا الاحساس مع شي اختي ولا ماما. اصلا كل وحده من خواتاتي عالمها بوحده. باش نقربكم من الصوره اكثر، هذا السيد كان حاس براسو حيتاش كلشي كان تيمدحو، وانا وليت كنحس من جهته بشي حاجه علما انني في سن بدايه المراهقه وهو كانت عنده ديك الساعه 22 23 سنه. انا وليت غير حاضيه فين ما جا عندنا كنطلع نشوفو ولا نخرجو مجموعين. فهذيك الفتره عمتي غادي تعيق بلي بينو بينو شي حاجه ومشات قالتها للوالده عندي. المهم كلشي ساق ليا الخبر،
وبداو كيخاصموا عليا وكيقولوا لي بلي انت باغيه تطيري وكاع هذيك الهضره. وماشي هذا هو المشكل، المشكل هو اللي غادي يجي من بعد. الام ديالي غادي تقرر باش انها تخرجني من المدرسه وانا في الثالثه اعدادي، مازال ما كملتهاش وكان قرار لا رجعت فيه لاسباب مجهوله. المهم عييت ما نطلبها باش نكمل والو، كتقول لي بلي ما عندك ما ديري بها زعما القرايه. امينه كتقول وهي فريمون كتبكي بلي هذه هي نقطة الضعف ديالها، كتقول كانت امنيتي نقرا غير على الاقل حتى الباك. المهم كيف خرجت غتقرر امي مرة اخرى باش انها تدخلني للتكوين ديال الفصالة والخياطة. كتقول بلي راه ماشي عيب الخياطة ولا حتى التكوين، ولكن العيب هو انك تخرج واحد الطفلة اللي عامرة بطموح من قريتها وتديها تفرضي عليها شي حاجة اللي هي ما باغاهاش. من بعد غيعاود يرجع التواصل ما بينها وهاد الشاب اكس. المهم وغادي يولي يوصلها للتكوين وتعاود تلاقى به. كتقول علما انني ما عرفش واش حتى هو كيبادلني نفس الاعجاب، ولكن كنت عارفه حاجه وحده انه كل شيء في الحومه والعائله كيعجبهم بزاف وانا كانت يبان ليا ايه من الجمال. المهم العائله غيعاودوا يسيقوا لي الخبر باللي رجعت كندوي معاه، وفي هذه الفتره غادي تكون الصدمه. واحد النهار غادي ندخل للدار عادي وغادي نلقاهم كيتسناوني باش يقولوا ليا بلي شي واحد كان تيشوفني بغى يتزوج بيا، علما انه عندي انا غير 16 عام ونص. اشنا هو الزواج؟ كيفاش يكون؟ بزاف ديال الاسئله من مراهقه يلا حلت عينيها على الدنيا، واحله مع اشنو هتلبس، كيفاش غادي تمشط، وزيد وزيد وزيد. وهنا فين غادي تبدا المعاناه ديالي، طفوله دغيا دازت وفرمشت عين غادي نلقى راسي في عالم اخر كبير عليا. بنبره طفوليه كنت كنقول للوالده لا ما كنعرفوش ما بغيتوش، مازال ما كملتهاش كتقول لي صافي هذا قرار وانا ما قداش على الصداع وانتي كطيري. المهم متهمات وحده اخرى في حقي، كتقول ما لقيتش اللي ينقدني وفين ما كندور ما كاينش اللي يهزني ويهرب بيا يعتقني، لا خوتي لا عائله، ما كاينش على من نرد الراس. قله الوعي ديال امي اولا ديال عائلتي غتخليهم يبغيو غير ينقصوا بنت من المجموعه اللي عندهم. مهم من بعد غادي يجي هذا الانسان اللي تخيلوا كبر مني ب 11 عام، انا عندي غير 16 عام وهو كبر مني ب 11 عام، غيدوز عليا للدار باش يخرجني ونمشي ونتفاهموا زعما على المستقبل اللي كله انا بالنسبه ليا تيبان لي ظلام. انا هذه الفتره فرحت بزاف او بالاحرى كان كل امالي بلي غادي نقدر نقنعو ونطلبو باش ما يتزوجش بيا ويمشي في حاله. المهم امينه كتقول وهما خارجين قالت ليه انا مزوقه فيك راه ما خرجاش معاك باش نعرفك، الله يرحم ليك الوالدين، ما بغيتش نتزوج بيك راه غير مبزين عليا. وهو يقول لها الا انت ما بغيتيش انا شفتك وبغيتك. عيات ما تطلب فيه، عيات ما تزوق فيه، عيات ما تقولي بلي ما غاديش يعيش معاه بخير والو، ما خلات ما قالت. رجعت للدار وفيها واحد بسيط نتاع الامل اللي بيه غادي تمشي لدارهم وتقول لهم ما بغيتوش، فباها غادي يسمعها وغادي يدير لها خطره. ايوا فاش غادي يجي هذا الشخص غادي يرجعو. واخيرا امينه غادي تفرح ونشطات وقالت الله واخا غادي يحرموني من الخريج والتكوين ماشي مشكل، المهم انا ما نتزوجش. فاذا به من بعد ايام غادي يعاود يرجع هاد السيد ومعاه ناس واحد اخرين اللي هما قراب من العائله، وجاو على اساس انهم يرغبوا بها باش يزوجوه ليها، وحيتاش بها ما قدرش يخسر الخاطر لهاد الناس فغادي يوافق من جديد. امينه غادي تسيق الخبر لهاد الفيلم اللي دار من موراها وباللي السيد غادي يجيب معاه حبابو والخطبه في النهار الفلاني. كتقول غيبداو التحضيرات وراكم عارفين كل مره سير عند الخياط اجي قيس هادي سير شري هادي، وانا غير كنتفرج من الظاهر ديالي اما الباطن عندي كيغوت لربي اللي خلقه. واخيرا غادي نفهم بلي ما عنديش فين غادي نهرب من هذا القدر وما عليا الا نرضى به. وها هو جا اليوم الموعود، فالعريس جا مع عائلته، انا لبسوني زوقوني وحطوني في واحد البيت، مرت خوه واخته ومو داخلين عندي يشوفوني وفرحانين، والناس داخله وخارجه وجايبين الحنه والهديه، وبالدموع كتقول امينه كنشوفهم جايين كيعزيوني في راسي. انا جالسه في وسط منهم ما نقدر نبكي ما نقدر ندوي حيتاش ما بقى ما يتقال. من بعد مشاو في حالهم وحددوا فوقاش العقد وبداو كيجمعوا ليا في الوراق، وانا شي وراق عندي ما يقدروش يتجمعوا من حيتاش بقى قاصر. غادي يجي الوقت نتاع العقد وبا هو اللي كان ضامني، كانت عندي شي 17 عام، عييت ما نسول راسي اشنو هو الغلط اللي درت حتى نخلص هذا الثمن،
ثمن قلة الوعي، حتى حد ما لقيتو نحط عليه الراس. وغادي يجي اليوم الموعود، داروا لينا حفلة، لبسوني جلابة، جلابة اللي من بعد هذا النهار عمرها ما جات على ظهري. غير باش نحطكم في الصورة، أنا اليوم إنسانة معقدة من كلمة جلابة، حيتاش لبستها بطريقة خايبة، لبستها في هيئة طفلة بريئة أو جميلة اللي تحرمت من جميع حقوقها. المهم كيلبسوني هما ويدخلوني ويخرجوني كيف ما بغاو هما، وانا بحال شي آلة غير كنشوف وما قادراش ندوي وما قادره ندير والو غير مرفوعه، والاسئله ديالي بحال ديما ما لقيتش لهم جواب. تقدروا تقولوا علاش ما قدرتش تهرب، ولكن ما قدرتش نهرب حيتاش الزنقه عامره وحوش، والمصير ديالي باينه شنو غادي يكون فيها. كي قلت لكم رضيت وتيقوني، اذا قلت لكم باللي الليله ديال العرس كلها وانا غير تنبكي، كلشي تيشوف فيا وحتى شي حد ما قادر يقول شي حاجه. هو جالس بجنبي ما حملاش نشوف فيه، وكنشوف غير فراسي اللي كنحس به يتخطف كل دقيقه، وتنقول نوضي هربي سيري خرجي. هاد الليله اللي كل بنت كتمنى توصل ليها وهي فرحانه، انا كانت عندي عزة. الليله كنت كنعزي فيها ذاتي وطفولتي. دوزت الليله كلها ودموعي على خدودي. من بعد ما سال العرس في الصباح كنمشي للدار. ايماجيني الدار جد عاديه، عاديه، لا ماشي عاديه، شي حاجه لتحت من عاديه. كتقول امينه غنتهز من الفقر وغنتحط في فقر كفس من الاول. كتقول ماشي عيب الفقر، ولكن اللي عيب هو انني كنتهز من واحد المحيط وكنتغصب في طفولتي وكنتحط محيط ما فيه راحه ولا رفاهيه. فوق هذا الشيء غادي نلقى راسي تزوجت براجل امي ما واعيش لا ماده ولا دار في المستوى، لا ضو ولا ما. تخيلوا معايا كتبكي وكتقول لي الا ما درت الشمعه حتى حاجه ما نقدر نشوفها، والا ما سقيتش الماء ما يمكنش ليا نشرب. ومن فوق هذا الشيء كامل عايشه مع مو خطو وعيالات خوتو، ما عرفاش الفرق ما بين البزار سكينجبير، وما عرفاش تعجن ولا دير حتى المرقه. كتقول وليت بعيده على والديا رغم انني كنت معاهم وكنعاني، ولكن دابا شي حاجه اكثر حيتاش تحطيت مع انسان ما كنقبلش نشوف فيه، وخصني نعطيه حقوقه كزوجه، وخصني نجلس في وسط مجتمع وانا في صوره فرحانه وقابله على كل شيء، وانا عندي غير 16 عام وزيد وزيد وزيد. المهم كل 15 يوم فاش كنمشي كنزور دارنا كنحس راسي بحال خرجت من شي حبس. كتقول غادي يدوزوا عامين ديال الزواج وشاء القدر باش انني نحمل باول بيبي ديالي، وانا ما كنتش باغا. 9 شهور كلها دموع، جمله اللي كنت نواسي بها يا ربي يا ربي تكون عندي بنيته اللي تقدر تعوضني على كل ما فات، وغتكون صاحبتي وتواسيني. من بعد غادي نولد وغنسول الفرمليه اشنو عندي، غتقول لي بلي عندي بنيته. فرحت بها بزاف حيتاش ديما تنطلب الله يعطيها ليا، كانت كتبان ليا هي اللي غادي تنقذني من عذابي. المهم 9 شهور وانا مقابلها وهو بحال ما كاينش هنا. مع الوقت كيبان ليا بلي بنتي خصها بزاف ديال الامور، وهو ما موفر حتى شي حاجه، كيتخلص غير ب 1500 درهم في الشهر، واش يصرف واش يدير هادي ولا هادي ولا هادي، المهم حنا ما كيبقى لينا والو. واخيرا غادي نشمر على كتافي وغادي نقرر باش انني نخرج نخدم على ود بنتي، علما انه ما عندي لا ديبلوم لا لغه وما قارياش وما عنديش حرفه. المهم غيجيب لي الله واحد الخدمه على قد الحال في واحد المحل اللي كنقادو ونوجدو الخدامه ونسدو ونمشي في حالي. بنتي غادي نحطها عند امي، وغادي نبدا نمشي كل نص نهار ونخرج مع الوحده ونطرق بنتي نرجعها معايا. من بعد يحن علي الله شي شويه غادي نقدر نجمع باش انني نشري بيكالا، والشتا والطريق طويل وما كنوصل حتى كنولي كلي سارده. والله بالبكا كتعاود ليا انها كترعد بالبرد وكتطلب يا ربي دير ليا شي تاويل ديال الخير، وما كرهتش حتى انا نبقى مستوره غير في داري. المهم كل نهار وانا كندوز كيبانوا ليا البنات كيمشيو للمدرسه كنبقى نبكي ونقول كون غير كملت، علاش والديا ما شدوش بيديا وصبروا معايا ونهاوني ولحوني لهاد العافيه. المهم واحد الوقيته بديت كنتخلص شي شويه اكثر من 1000 درهم، غادي نقسمها على الحضانه ديال بنتي ونجمع باش انني نشري موتور وندخل لواحد السونتر باش نقرا الفرنسيه باش نطور من راسي. تخيلوا معايا درهم باش نشري بها لراسي شوكولاته اذا تشهيتها ما كنتش كنقدر نهزها. كنت كنشوف شي حاجه بسيطه بحال شي طفله باغاها وكنقمع راسي وكنقول لا نتزير على هذيك البركه حتى نوصلها للدار ونحط كل حاجه بلاصتها. المهم بديت مقاتله مع الوقت 3 سنين، من بعد غادي نلقى راسي عاوتاني حامله، وانا ما بغيتوش وما خليت ما درت.
من جديد غادي ندوز 9 شهور في الصداع والمشاكل، غنولد وغادي نبدا نحط ولدي عند جده وندي بنتي الاخرى في بيكالا بمسافة طويلة الحضانة. المهم حتى هو شد راسو ودخل معاها وهكا غدليا العالم كاع اللي داير بيا عند بالو بلي انا وراجي في علاقة صحيحة، وحتى واحد ما عارف بلي حنا مزوجين غير على الوراق. اما الواقع كلام اخر، كتقول 18 سنه ديال الزواج نتج عليها زوج وليدات بقدره الهيه لا غير، وليدات اللي تحاربت على ودهم وما حرمتهم من حتى حاجه وكبرتهم بهدوء وعكس داكشي اللي عشت فيه. المهم تقاتلات باش يكون هذا هو المحيط ديالهم. من بعد غادي تبقى تطور في راسها من خدمه لخدمه، من 1000 درهم 1500 2000 درهم، ودارت بزاف ديال لي فورماسيون، طورت من لغتها الفرنسيه والانجليزيه وكل شيء خدمت فيه تو سامبلومون حيت كان راسها صغير باغا تعلم. طيبات، حكات الارض بالموس، غسلت الماعن، خدمات سربايه، دارت كل شيء فقط باش تحقق ذاتها. البنيتة غادي دير 6 سنين والولد غادي دير 3 سنين، شافت راسها بلي ان حياه من التماره، غادي تمشي عند امها غتديها القهوه وتسد كاع الماضي وغتشاور معها في الحاضر. مهمتي انا دابا عييت وهداك السيد راني ما بغيتوش، وهاد السنين كلها راكلنا غير كنمثلو. المهم غتعاود ليها كل شيء وغتدلي عليها بلي انها باغا تطلق معاه. ما فهاد الكونفرساسيون كامله ما كانت كتقول والو، غترجع للدار تمشي تشاور مع اختها، اخت امينه. امينه غتعاود ترجع لعندهم وغادي تلقاهم بلي انهم اتفقوا على جمله واحده، حنا ما قادين على مشاكل، بسلام عليك. من ديك الساعه كتقول سنيت مع راسي باش انه ما عنديش اللي حن فيا، وعطيت راسي من جديد لتماره كنتاقم من راسي وصاف. المهم غادي يدوزو سنوات وحده اخرين وغيبان ليها نفس البلان، عيات اشنو غادي دير هاد المره؟ منين دات علاش ترجع خبات درهم بدرهم بدرهم حتى دات واحد الدويره على قد الحال. فغادي تمشي لعندو لعند راجلها وغادي تقول ليه بلي ما تليتش بغيت نكمل معاك وبلي عندها زوج ديال الشروط، الاولى ولادها ما يعرفوش باش ما يتاثروش في قرايتهم، والثاني هي غادي دير ليه تنازل على كل شيء ديال الولاد بشرط انه يخليها جالسه معاه بيد ما دات شي اصلاحات قلال في ديك الدار اللي غتمشي ليها. اتفقوا لا غد ليه غادي يمشيو للمحكمه وفي الاخير غادي يديروا زواج اتفاقي. كتقول دابا 5 سنين حتى حد ما سايغ خبر طلاقنا، وانا ما عنديش الحق باش نشوف شي حياه وحده اخرى حيتاش خايفه من النظره ديال الناس اللي غيتهموني بالخيانه الزوجيه حيتاش ما عارفينش الحقيقه، ونفس الوقت خصني نمثل دور الزوجه امام العائله ولادي اللي دابا حاليا ولادي ما عارفينش بلي انني مطلقه من باهم. كتقول حياتي كلها دوزتها في تماره والعذاب ومرضت نفسيا لاشهر طويله، واخا هكاك انا مسامحه امي وبا، وإذا كانوا هما ضحية الجهل فأنا لا. فقستي اليوم كتقول بلي أنها ما عندهاش نهاية والقوس باقي محلول حيتاش مازال ما عرفاتش أشنو تدير من ناحية الطلاق مع ولادها، كيفاش غادي تقولها لهم؟ بنتي اليوم عندها 15 سنة وولدي عنده 12 عام، ولادي هما كل حياتي ومازال ما تجرأتش نصارحهم. أنا قصتي شاركتها مع كل إنسانة فشلات وما قدراتش تكافح، انا كنقول ليها كافحي وتقاتلي على راسك، يمكن ما تحققيش داك الشيء اللي بغيتي في الوقت المناسب، ولكن هاد الشيء ما تيعنيش باش انك تحبسي وتجلسي تبكي على راسك. انا قصتي اليوم للعبره اللي فيها الكفاح لا غير. وهذه هي كانت قصه امينه، ما كرهتكمش انكم تنصحوها في التحت وتقولوا ليها شنو تقدر دير مع ولادها في هذا الموضوع، وهي بيان سور غادي تقرا التعليق ديالكم وتقولوا ليها كلام زوين اللي يشجعها باش انها تكمل في طريق الكفاح ديالها. اما عن نفسي نصيحتي لكل ام انها تحضن ولادها خصوصا بنتها، تصاحب معاها وما تلومهاش اذا غلطات، وتعطيها شحال ما قدرت ديال الحب لا من طرفها ولا من طرف الاب، حيتاش لما كيكون نقص في هاد الاحاسيس فعادي انهم يمشيو ويقلبوا عليه في واحد الجهه اللي هي غلطه وتقدر تاذيهم. امينه ضحيه الجهل لا غير، وخطا اكثر من بسيط ما رحموهاش عليه وفضلوا يضحيوا بها قبل ما هي تضحي بهم، واخا كتقول بلي مسامحه لوالديها وبلي انها راضيه بالقضاء والقدر، وانا كنهنئها على كفاحها وانها ما داتش يديها على خدودها وجلست كتبكي وكتشكي. شكرا امينه على قصتك، وفي انتظار قصصكم غادي نقول لكم ما تنسوش كدائما وابدا لايك كومنت شير، وشكرا شكرا لانكم كتعطوا فرصه للمحتوى ديالي باش يزيد يبان، ومرحبا بالناس الجداد، شرف لي انكم تكونوا ضمن العائله ديالي. سلام سلام.